مساء الخير يا جماعة، فيديو جديد هنشرح فيه ازاي تروح مساكن شيراتون من داخل مطار القاهرة. احنا دلوقتي اهو داخل مطار القاهرة، صالة 3 في وشنا اهي مباشرة. تمام، هناخدها كايه، كعلامة استدلالية واحنا خارجين من المطار. مريديان المطار على ايدينا اليمين دلوقتي، وصالة 3 على ايدينا الشمال، تبقى هي دي العلامة الاستقلالية بتاعتنا. تمام، هنمشي طوالي زي ما احنا، ولا يمين ولا شمال، لحد ما هنلاقي نفق صغير كده. هننزل النفق ده. ادي النفق الصغير اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ادينا نازلين النفق. اول ما هتنزل النفق ده هتلاقي بوابات الخروج بتاعت المطار في وشك على طول. اهو زي ما حضراتكم شايفين اهي بوابات الخروج بتاعت المطار. هنخرج من المطار. ادينا كده عدينا بوابة الخروج بتاعة المطار. هيقابلنا دلوقتي تلات اتجاهات. هناخد الاتجاه اقصى اليمين، هو ده اللي هينزلنا على مساكن شيراتون اللي جنب المطار. عايز تشتري حاجة، تاكل حاجة، تشرب حاجة، فيها كل حاجة. اهم التلات اتجاهات اهم في وشنا. اقصى اليمين ده اللي احنا هناخده، مكتوب عليه العروبه مصر الجديده، هو ده اللي يودينا مساكن شيراتون. الاتجاه اللي في النص يودينا مدينه نصر، اللي رايح سيتي ستار ورايح عباس العقاد، مكرم عبيد. الاتجاه التالت اللي هو اقصى الشمال ده يطلعنا على دائري المنيب. للي عايز يمسك دائري المنيب رايح التجمع الخامس، او رايح المعادي، زهراء المعادي، البحر الاعظم، كل ده من على الدائري. فاحنا خدنا الاتجاه اليمين اللي هو اقصى اليمين، اللي هو ينزلنا على مساكن شيراتون. ادينا كده نزلنا من على الكوبري اللي كنا عليه. المفروض الشارع اللي احنا فيه ده طريق الاوتوستراد. تمام، مدينة نصر في ظهرنا. طريق الاوتوستراد ده مساحته 40 كيلو، بس احنا دلوقتي في اخر يعتبر 200 متر في طريق الاوتوستراد. وادي اهي مساكن شيراتون على ايدينا الشمال. عشان نخشها احنا كده كده هناخد يمين اجباري من بعد بنزين التوتال، اللي هي يعتبر اخر نقطة في طريق الاوتوستراد. هناخد يمين كده اجباري. هيقابلنا ثلاث مفارق. هناخد المفرق اللي في النص اللي هو طلعة الكوبري. اليمين ده يدخلك المطار تاني، الشمال يوديك على عين شمس. هناخد اللي في النص ده، ادينا طلعناه. ونخلي بالنا واحنا يعني اول ما نخرج من الاوتوستراد بيظهر على طول، مفيش 100 متر يعني. فنخلي بالنا ان احنا هناخد الطلعه اللي في النص، واول ما بنطلع ونبقى فوقيه بناخد اول نازله شمال، ما بنكملش، لان اللي هيكمل هيخش طريق العروبه والاتجاه صلاح سالم. فاحنا بناخد اول نازله شمال كده وننزل تاني. كده احنا دخلنا مساكن شيراتون. اهي مساكن شيراتون هتبان على ايدينا اليمين والشمال. تمام، فيها كل حاجة بقى، فيها كافيهات من ابتداء من نجمة الخمس نجوم، ومطاعم برضو من نجمة الخمس نجوم، يعني كل اللي انت عايزه هتلاقيه بمختلف المستويات. وفيها فندق ريدسون بلو على ايدك اليمين، وفيها محلات كتيرة بقى بشتى الوسائل والأنشطة. ونشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. يبقى كده احنا شرحنا في الفيديو ده من داخل مطار القاهرة لقلب مساكن شيراتون.